إطلاق البرنامج الوطني للكشفية الدامجة للأشخاص. أنا سعيدة اليوم بافتتاح هذه الندوة الوطنية الأولى للكشفية الدامجة التي تنظمها الجامعة الوطنية للكشفية المغربية بدعم من المنظمة العربية للكشفية وأيضاً بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. فالموضوع مهم جدا، هو موضوع إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في أنشطة الكشفية بصفة عامة، وإحنا تنعرف الأهمية الكبرى التي تعطيها صاحب الجلالة نصره الله النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة. أيضا دستور المملكة وما يكرسه من يعني فصول عدة تضمن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتسهيل حياتهم وإدماجهم. أيضا أود أن أذكر بالنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي الذي يعني يدعم ركائز الدولة الاجتماعية واللي خصص أكثر من 500 مليون درهم للنهوض بالأشخاص بوضعية الأشخاص اللي هم في وضعية إعاقة. وفي هذا الإطار التزمت الوزارة هذه السنة يعني كرسنا واحد الميزانية ديال أكثر من 48 مليون درهم خاصة غير لخلق أنشطة مدرة للدخل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة. فهاد الندوة اليوم مهمة لأن غيكون فيها تبادل الخبرات فيما يخص يعني تجارب حول إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. ونبغي نقول لكم أنها أول ما كتنطلق، لأنها الندوة الأولى كتنطلق من المغرب، وهذا شرف كبير لبلادنا. أن وكنشكر الجامعة الوطنية للكشفية المغربية ومنظمة الكشفية العربية، لأن ما يمكن تخرج غير من بلدنا، لأن بلدنا بلد عريق وعندنا وقيم تضامن، عندنا قيم كبرى وأساسية في المجتمع المغربي، والمغاربة كلهم معروفين ملي كتكون وقت الشدة كيوقفوا وكيتضامنوا. فلهذا أنا سعيدة جدا كما قلت بهذه الانطلاقة، وغتكون انطلاقة لواحد يعني سلسلة ديال الندوات عالمية اللي غادي تكون كبيرة إن شاء الله في السنوات المقبلة. وتم رصد واحد البرنامج مهم شراكة ما بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والجامعة الوطنية للكشفية المغربية، اللي فيه واحد الجزء كبير لدعم وللنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة. وشكرا لكم. الحركة الكشفية المغربية حركة تربوية تطوعية مفتوحة لجميع دون تمييز، وحركة متجذرة في المجتمع المغربي. اليوم نشهد انطلاقة البرنامج الوطني للكشفية الدامجة، وهو برنامج يأتي كتتويج لسلسلة من البرامج وسلسلة من المشاريع التي أطلقتها الجامعة الوطنية للكشفية المغربية التي تحظى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، بتعاون وشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والأولمبياد الخاص المغربي ومركز محمد السادس للمعاقين. مجالات هذا البرنامج الوطني للكشفية الدامجة يضم ثلاث رافعات. الرافعة الأولى تنمية وتقوية قدرات القيادات الكشفية التربوية العاملة في مجال الإعاقة. المجال الثاني أو الرافعة الثانية هو ملائمة المناهج الكشفية لمتطلبات الأطفال في وضعية إعاقة. والرافعة الثالثة أو المحور الثالث يهم بالأساس الانخراط إلى باقي فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة من أجل مزيد من المناصرة والترافع، من أجل كشفية وتربية دامجة للجميع تمكن جميع الأطفال بدون تمييز من حقهم في التربية والتنشيط السوسيو ثقافي. المشروع إلى دمج الأطفال في وضعية إعاقة في التربية الكشفية والمشاركة كباقي الأطفال في برامج كشفية تربوية ترم يعني مساعدتهم على الاستفادة التامة من قدراتهم العقلية والبدنية والجسمية والروحية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.